أستاذ حضرتك ما مستعجل، إذا مستعجل أزود السرعة، بس أنا دائما أمشي هالشكل بهذه السرعة، يعني واحد شوية يحافظ على حياته وحياة الناس. لا 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 والله ما مستعجل، هسه خلصت شغل وراح للبيت أخذ راحتك. حضرتك موظف؟ لا حبيبي مو موظف. أكيد معلم. لا والله مو معلم. لعد أنت طبيب مبين من شكلك. شايف لك طبيب يركب تاكسي. إي والله هم صحيح، ما قلت ليش تشتغل. عندي محل موبايلات. الله جابك. هسه عندي سؤال والله داير بذهني ومحيرني، منو أحسن؟ جهاز الكالكسي لو الآيفون؟ والله بصراحة هي على قد فلوسك. قصدي الايفون بيه وايد تحديثات. يعني كل شركة تسوي تحديثات مو شرف يعني الجالكسي لو الايفون. المهم حبيبي تريد اغني لك؟ اذا صوتك حلو ليش لا؟ اسمع واحكم. على الرايق قد صاحب ذي ايش ذي ايش ذي ايش ويهي ولا قلست عنا بكل قضي يا ما يا ابويا حرام جاد الليل رحمة الوالديك نزلني هنا. ليش ما عجبك صوتي؟ لا انت عندك موهبة تملخ، بس انا وصلت للبيت هسه ايش قد تامرني؟ ما راح اخذ منك زايد 30,000 هو هذا الطريق. ليش 30,000؟ انا يومية اركب ب5,000 والسيارة بها تبريد وانت بلاية تبريد وتريد 30,000؟ حبيبي صحيح ماكو تبريد، بس الكروة مثل ما قلت ب5,000. لا عاد ليش تقول 30,000 اذا هي ب5,000؟ ايه صحيح 5,000 مالت الكروة العادية، بس 25,000 مالت الغنى مالتي. ليش تريد فنان مثلي يغني ببلاش؟